ننطلق وإياكم مشاهدين الأعزاء إلى المقدمة، حيثما نرى في المركز الأول هنا حاملة رقم واحد الذيبة خليفة بن خليفة العطية، بينما ننتقل إلى ثاني المراكز حيثما نرى ثانيا هنا تجربة براقة إبراهيم بن حمد النعيمي، ورابع المراكز مشاهدين الأعزاء نرى هنا حاملة رقم 15 أو ثالث رابع المراكز حاملة رقم 8 وهيلة سعيد بن راشد بوضح المري، وخامس المراكز مشاهدين الأعزاء العطية تتقدم مشاهدين الأعزاء في المركز الأول، بينما ثاني المراكز إذن في المركز الأول راشد بن حمد المري، ولكن ثاني المراكز هنا وهيلة سعيد بن راشد بوضح المري، وثالث المراكز نرى هنا براقة إبراهيم بن حمد النعيمي، ورابع المراكز هنا تجربة صالح بن سالم العيدة، ولكن نعود إلى المقدمة، راشد هنا راشد بن حمد المري في المركز الأول مع الذيبة يسلم، وثاني المراكز نرى هنا راشد بن حمد الزرعي إذا مع الذيبة، ولكن ثاني المراكز هنا تجربة صالح مع الذيبة في المركز الأول 200 متر أخيرة، هنا تفصلنا عن خط النهاية، تفصلنا عن صاحبة المركز الأول، وثاني ألف مبروك لمالك الذيبة راشد بن حمد الزرعي على انتزاع هذا الشوط. ثاني المراكز تجربة صالح بن سالم العيدة، ثالث المراكز براقة إبراهيم بن حمد النعيمي. التوقيت الزمني هو 2:17:62 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الذيبة.